طيب انا بعتذر بس عشان صوتي بنهج، لاني على حظكو الاسانسير بايظ وجريت 4 ادوار عشان الحق المحاضره. اوكي طيب نبتدي بقى النهارده ان شاء الله. دلوقتي احنا النهارده هنبتدي اول محاضره في الجزء الثاني من الماده بتاعتنا اللي هو بتاع الليتريتشر. احنا خلاص اتعلمنا كتير قوي عن الارت، اتعلمنا علاقته بالكالتشرز، السايكولوجي، بالبوليتكس، بكل الحاجات التانية دي، وحاولنا نربط ونعمل لينكس مختلفة وحاجات زي ايه الرابط العجيب اللي كنا بنتكلم عليه، بحيث ان هو يساعدكم بعد كده ان انتوا تحاولوا تقدروا تلاقوا الرابط العجيب ده في شغلكم بعد كده، في حياتكم بعد كده. زي ما اتفقنا اللي احنا بناخده ده كله، سواء الارت والليتريتشر، دول جزء من a bigger disciplines اللي هي الهيومانيتيز. واتفقنا ان ازاي الهيومانيتيز دي مهمه عشان هي اللي بتغذي الجزء ده من دماغك، والجزء ده من دماغك هو للاسف بيكش بالمقارنه بالجزء التاني لما تدخل كليه الهندسه. اتعلمنا شويه عن analytical و critical thinking، عملنا challenging للstandard assumption لما اكتشفنا ان البوليتكس مثلا ولا العلم النفسي والحاجات دي كلها مرتبطه بالارت. المره دي هنتكلم على الليترشر عامه، والمره الجايه هناخد رقم 3 اللي هي developer argument وopinion. واحنا اوريدي اتكلمنا برضو على الكوميونيكيشن والكيوريوسيتي والكريتيفيتي. طيب ليه بقى، what's the point of studying literature؟ literature زي ما عرفناه اول مره هو جزء من انواع الارت، made up of words. الwords دي ممكن تبقى كتب، ممكن تبقى مقالات، ممكن تبقى اغاني، ممكن تكون مكتوبة، ممكن تكون جاية من the word of mouth. يعني الأهالي كانوا بيحكوا لأولادهم قصص هم صغارين، ولما الأولاد صغيرين لما كبروا بقى بيحكوا لأولادهم. طب إيه الهدف من إن إحنا ندرس حاجة زي كده؟ ردوا عليا. نعرف التفكير اتغير مع الوقت. تفكير مين اللي اتغير؟ الناس in general، انا قصدي يعني دلوقتي احنا generations. اوكي احنا دلوقتي مثلا كل الاهالي عايزين ولادهم يدخلوا كليات القمه، صح؟ كليات القمه اغلبها كليات عمليه زي الطب والهندسه وكده والصيدله. لما حد من الناس بيدخل حاجه مثلا زي اداب انجليزي، في مصر عندنا اللي بيعمل ايه، بيطلع في الاخر يشتغل مدرس انجليزي، صح ولا لا؟ هل في شغلانه تانية ممكن، او بيشتغل مترجم مثلا؟ هل دراسه الليترشر في حد ذاتها ممكن تبقى مفيده للناس بشكل مختلف عن مجرد الوظيفه اللي بيشتغلها كمدرس او كمترجم؟ انا مثلا شايفه ان حضرتك درست الماده دي، فلما بتيجي تديها لنا انت بتساعديني، يعني بتساعديني افكر بطريقه احسن مثلا، فدي وي انت استفدتي بيها وفي نفس الوقت بتفيديني. يعني هو برضو على مستوى أكاديمي، على مستوى إيه؟ على مستوى أكاديمي، يعني استخدم في مستوى أكاديمي أو في المجال الأكاديمي. طيب بس هل هم الناس كلها اللي بتدرس ليتشر بتشتغل في الأكاديمية؟ وبعدين النقطة اللي زميلتك قالتها من شوية دي نقطة مهمة جدا، فكرة إن أنت بتتعلم حاجة جديدة، الحاجة الجديدة دي ممكن تعملها ترانسفير أو تنقلها لحد تاني. هي ده نفس بالظبط الكلام اللي إحنا كنا لسه يعني هنطلعه في السلايد، ان في values في الكلام المكتوب. values دي بتتنقل من generation لgeneration. literature ده عبارة عن way of communication ما بين ال space وال time. بمعنى ايه؟ بمعنى ان في حد سنة 1600 كتب رواية عن بني ادمين معينين وزمن معين في الوقت ده، انا الكتاب ده اختفى او اتطبع يعني وجالي هدية، وبعدين انا ضاع مني وانا بروق البيت لقيته، وقعدت اقرا كلمات مكتوبه سنه 1600 عن اشخاص ماتوا من زمان قوي، فاكنها زي التايم ماشين نقلتني للزمن اللي هم كانوا فيه، او جابت لي رساله من عندهم من الزمن اللي هو فيه، اكنها طريقه للكوميونيكيشن عبر الزمان والمكان. ازاي ان انت ممكن تقرا حاجه كانت مكتوبه من 100 سنه، او ممكن تقرا حاجه كانت مكتوبه امبارح بس مكتوبه في another side of the world. يعني حد قاعد في استراليا كتب بلوج انت قريته النهارده، فاكنك قاعد معاه. فهو طريقه للكوميونيكيشن ما بين الاجيال عبر الزمان وعبر المكان، حتى لو هو نفس الجيل.
الحاجات اللي بتتكتب ساعات بيبقى فيها values مهمة، وساعات بتبقى هبل، يعني ساعات مبقاش فيها حاجة مهمة كفاليو. في كل الحالات الطريقة اللي بيتكتب بيها والحاجات اللي بيتكتب عنها بيبقى فيها زي ايه كلوز كده، او حاجات ينفع ان انت تحس بيها وتحللها وتلاقيها، تديك معلومات عن العصر والمكان والكالتشر اللي كتب فيه الكلام ده. وده بيبقى اهم بكتير من الناس اللي بتتكلم مثلا في الهيستوري والانثروبولوجي، ما بيعرفوش في حاجات كده ما بيبقوش عارفينها قادرين يلمسوها، بتبقى باينه جدا وظاهره في الليتريتشر. ازاي؟ مثلا مثال زي ما كنا بنتكلم على الهيستوريكال فيكشن قبل كده، لما كنا بنقول انها قصه خياليه، يعني ناس الاشخاص نفسهم فيكشنال كاركترز، بس الحاجات معموله مثلا سنه 1919 وقت الثوره، وقت ثوره 19، او اي حاجه من الحاجات اللي هي الايفنتس اللي موجوده في كتب التاريخ. كتب التاريخ ممكن تقول لك الحدث اللي حصل، ان سعد زغلول طلع في الميدان وعمل كذا كذا كذا. كتب التاريخ ما كتبتش، كتب التاريخ تتكلم صح. لكن في الليتريتشر انت مش بس هتعرف ان سعد زغلول طلع وقف في الميدان وقال كذا، لا ده انت كمان هتعرف احاسيس الناس تجاه سعد زغلول في الوقت ده كانت عامله ازاي. انت هتعرف ازاي المجتمع ده كان بيفكر، واذا كان متقبل فكره ان يبقى فيه يعني حكم انجليزي علينا ولا لا. فكره الفاليو بتاعت الحريه في الشعب عند الشعب المصري في الفتره دي، كل الحاجات دي كتب التاريخ مش هتقولها. ليه؟ لان كتب التاريخ هتقول لك الايفنتس اللي حصلت، فلان راح وقف المكان وعمل كذا. لكن الليتريتشر بقى بيديك احاسيس وبيديك حاجات صعب قوي تلاقيها في كتب التاريخ، وهي اللي بتكمل لك الصوره الكامله عن الفتره دي اللي اتكتب فيها الكلام ده. خلاص، حد عنده سؤال؟ اوكي طيب، لو ما حدش عنده سؤال تعالوا ندخل في اللي بعدها بقى. هو الارت، هو الليتريتشر ده عباره عن ايه؟ يعني احنا اول مره خالص في الارت لما جينا اتكلمنا على الارت قلنا الارت فورمز، وقلنا ازاي الارت فورمز دي بتتغير من زمن لزمن. في ساعات الناس بتحط الحاجات اللي هي الكرافتس مع الارت، وفي ناس تانية بتحط مثلا الاغاني والميوزك، في ناس تانية كانش بتحطها، وهكذا. هتلاقي ان الليتريتشر برضو نفس الحكايه، الليتريتشر فيها انواع كتير قوي. اقروا كده الحاجات المكتوبه دي وقولوا لي اذا كان في حاجه منهم مش عارفينها. اكيد اكيد في يوم من الايام عدى عليك كل واحده من الحاجات دي، صح ولا لا؟ صح صح. طب في واحده من دول ممكن تكونوا مش عارفينها؟ سيلف هيلب دكتور مش عارف الايه ده. سيلف هيلب. سيلف هيلب، اوكي هنتكلم عليه. ايه تاني؟ طيب هي المايك دي اللي هي الالغاز اللي هي في مكتوبه فين؟ تحت سيلف هيلب جنبها كده شويه. الميث، دي اللي هي الميثولوجي او اللي هي الاساطير. اوكي طب انا عارفه الساينس فيكشن، ايه النون فيكشن ده؟ ما هو بقى حلو قوي السؤال ده. ليه؟ انا عارفه الفيكشن، ايه النون فيكشن ده بقى؟ فنبتدي بقى نشوف الحاجات دي ازاي تترتب وتتوزع. يعني لو خدتوا بالكم هتلاقوا ان انا عاملاها بالوان مختلفه، لان كل مجموعه من دول ممكن يدخلوا تحت كاتيجوري بشكل معين. لو بصينا على التقسيمه بتاعه الليتريتشر ممكن تتقسم ازاي، هتلاقي ان الليتريتشر بيتقسم بكذا طريقه، ممكن بيزد على طريقه الكتابه نفسها، اسلوب الكتابه. وممكن نصنف الليتريتشر كله على اساس التوبيك، وممكن نقسمه على اساس البيربس بتاع الهدف من الكتابه ايه، وممكن حسب السايز والستراكشر بتاعه عامل ازاي. طيب قبل ما نبتدي نتكلم في النقط دي، مبدئيا كده اي قطعه من الليتريتشر ممكن تتصنف تحت كذا تصنيف من دول. يعني هي ممكن تكون بيز على السايز، هي مثلا شورت ستوري، بيز على الرايتنج ستايل هي بروز، بيز على التوبيك ديسكاس هو مثلا ليتس سي ان هو فيكشن، والبيربس ان ايم هو الانترتينمنت مثلا. فهي نفس القطعه ممكن تبقى متصنفه تحتهم كلهم. فالتصنيفات دي مش اكسكلوسيف، يعني ممكن اصنف الليتريتشر بيزد على طريقه الكتابه، او بيزد على كذا، او بيزد على كذا، او ممكن بيزد عليهم كلهم. فتعالى نتكلم على واحده واحده بقى النهارده ونشوف الفرق ما بين انواع الليتريتشر المختلفه. عشان كده بقول لكم المحاضره النهارده مش كبيره، لان احنا هنتكلم على الاربعه دول بس. كل نوع منهم هنتكلم على التصنيفات اللي جواه، ومن المره الجايه ان شاء الله هنتكلم بقى على الارجيومنتس، واللي بعدها هنتكلم على النون فيكشن، قصدي على الفيكشن اللي هي القصص الخياليه. واخر محاضره بقى خلاص ان شاء الله اللي هي بتاعه الاسبوع الاخير دي هيبقى فيها الانفوجرافيكس. اوكي
طيب تعالوا نتكلم على اول واحده اللي هي الرايتنج ستايل. مبدئيا كده اي كتابه، اي قطعه مكتوبه متقسمه ثلاث حاجات، يا اما شعر يا اما نثر يا اما دايالوج او دراما او مسرحيه. لو احنا كنا فاكرين في العربي زمان كنا بناخد البويتري اللي هو الشعر، بيبقى دايما متقسم ستانزا، ستانزا اللي هو البيت الشعر، وليه ريتم او ريدم، وله وزن، وزن بيت الشعر. خلاص، فدي اول طريقه للكتابه، ان انا اكتب عن طريق ان انا اكتب ابيات شعر. ابيات الشعر دي متقسمه لاجزاء، الاجزاء دي كلها قد بعض، وفي ريدم معناها ان انا كل الحاجات تقريبا نفس الطول، نفس عدد المقاطع، والريدم والرايم اللي هو في الاخر، اخر كلمه دايما لايقه. عايز تقول حاجه؟ طيب اوكي. لو خدتوا بالكم in large cities it's hard to see stars, a fountain spread like a white flower around us above the shifting traffic and flashing lights illuminated doorways and pale windows there are stars. طبعا هنا الريذم مش باين قوي او الرايم مش باين قوي لان الكلام مش دايما ماشي مع بعضه، بس دي حاجه من الحاجات اللي هي 2016 اللي هي الحاجات المودرن ان هم ابتدوا يغيروا شويه فيها في البويتري، بس البويتري لازم يكون اوزان ثابته ومقاطع. النوع الثاني من الكتابه اللي هو البروز، البروز ده اللي هو بالعربي اللي هو اسمه النثر، النثر ده اللي هو الجمل، والجمل مع بعض بتكون باراجرافس، بس اللي هو الكتابه العاديه يعني اللي انت بتقراها في اي حته، بتقراها في كتب، بتقراها في المجلات، ما دام هي مش ابيات زي ابيات الشعر فده معناها انها بروز، والبروز دي اللي هي النثر باللغه العربيه عباره عن جمل، والجمل دي ليها ستراكشر معين، فيها بانكتويشن زي الكومنز، وفيها فول ستوب في الاخر بعد كل كلمه، بعد كل جمله، وكل جمله من دول بتدي ايديا معينه. خلاص، نيجي بقى لاخر نوع خالص من طرق الكتابه، والطريقه دي اللي هي بتبقى فيها دايلوج ما بين كاركترز. الدايلوج ما بين كاركترز دي عباره عن ايه؟ عباره عن زمان خالص ايام الجريك لما كانوا بيعملوا المسرحيات بتاعتهم كان بيبقى كل كاركتر ليها دور، بتطلع تقول السطرين اللي هي بتقولهم وخلاص، من غير وصف في النص اللي شكلهم عامل ازاي ولا المكان شكله عامل ازاي، هو مفيش غير فلان وفلان بيكلموا مع بعض، ممكن يبقوا تو كاركترز دايالوج او ممكن يبقوا اكتر من كاركتر، بس اللي بيبقى مكتوب بالطريقه دي اللي هو زي بالظبط دلوقتي السكرين بلاي. السكرين بلاي او اللي هو السيناريو بتاع الافلام والمسرحيات وكده بيبقى مكتوب بالطريقه دي ان هو كل شخصيه بتقول ايه وخلاص. فبالتالي دلوقتي لو احنا عايزين نعرف الكلام ده، اي كتابه في الدنيا ممكن تتقسم بيز على الرايتنج ستايل، شكل الكتابه عامله ازاي، يا اما شعر، والشعر ده لازم يكون ابيات ورتم ورايم، يا اما نثر ودي عباره عن سنتنسز عاديه ارينج باراجرافس، يا اما دراما اللي هي الدايالوج بين الكاركترز المختلفه. خلاص، حد عنده سؤال؟ لا تمام يا دكتور. اوكي طيب، ده بالنسبه لاي حاجه هتقراها ايا كانت، يعني لو شفت اعلان، حتى اعلان في الشارع في اي حته هتلاقي ان هو يا اما بيستخدم السلوجنز اللي هي بتبقى عباره زي عن زي الستانزاز بتاعه الشعر، يا اما بتستخدم جمل. فبالتالي انت هتلاقي اي حاجه مكتوبه حواليك هتلاقيها متقسمه لواحده من ثلاث حاجات دول. طيب نيجي للنقطه اللي بعد كده، التوبيك نفسه البينج ديسكاست. انا عندي توبكس كتير قوي، ممكن التوبكس دي تكون حاجات فيكشن، فيكشن معناها ان هي خياليه، خياليه ده معناها ان البني ادم اللي بيكتب عمل يعني هي ميد اب كل الشخصيات وكل الايفنتس اللي بتحصل، ومش شرط يكون اي حاجه في القصه دي حقيقيه. في المقابل في حاجه اسمها النون فيكشن بقى. النون فيكشن ده عباره عن كونتنت مش خيالي، هو كونتنت بيما بيوصل افكار معينه بطريقه زي مثلا مقاله مثلا بتتكلم على الاركتكتشر، فبيقول لك مثلا ان الاركتكتشر هي كذا كذا كذا، هو هنا ما بيقولش كلام من الخيال، هو بيقول كلام افكار مترتبه، يا اما الافكار دي بتوصف مواقف حقيقيه، شخصيات حقيقيه، احداث حقيقيه، او ان هي زي ما كنا لسه بنقول من شويه السلف هيلب. السلف هيلب دي اللي هي الكتاب انت تقراه عشان تساعد نفسك تبقى مثلا مور برودكتيف، ليس ديبرست، الحاجات دي كلها. فالسلف هيلب بوكس دي عباره عن كتب نون فيكشن الناس كتبتها عشان اللي يقرا الكتاب بعد كده
يستفيد منه ويساعد نفسه لو هو عنده مثلا مشاكل احساس بالجلد، عنده مشاكل ان هو he doesn't feel happy. ففي كتاب مثلا اسمه The Happiness Trap، الكتاب ده مثلا من اشهر الكتب اللي ممكن تساعد اي بني ادم في الدنيا. الراجل ده كان اللي هو فيكتور فرانكل، كان موجود في واحده من الكامبس، الكونسنتريشن كامبس بتاعت الناتسيز، وكان بيراقب الناس مين اللي عنده قدره على تحمل الكامب ومين اللي كان بيموت من التعب وهو ما عندوش امل خالص في الحياه. وابتدى يشوف الناس اللي متمسكه جدا بالحياه، متمسكه بالحياه ليه، وابتدى عمل بعد كده الكتاب ده اللي كان بيكتبه هو جوه الكونسنتريشن كامب. ولو فتحتوا فيديوهات كتير على اليوتيوب بتشرح فكره الكتاب وبتتكلم على ان ازاي ان الناس اللي كانت متمسكه بالحياه دي كانت دايما شايفه ان في هدف وفي بيربس، حتى لو هما they are suffering ما زال السفرنج ده وراه هدف في الاخر. الكتاب ده انا ارشح ان الناس تقراه، او حتى تبصوا عليه على اليوتيوب. في المقابل الناحيه الثانيه في الفيكشن، الفيكشن ده مثلا في انواع كتير برضو. اشهر بني ادم كتب تقريبا كل القصص بتاعت الفيري تيلز اللي انتوا عارفينها دلوقتي، كل الموفي بتاع ديزني كاتبها واحد اسمه هانز كريستين اندرسون، ومعمول فيه فيلم معمول عن قصه حياته، هو اللي عمل بقى ليتل ميرميد بقى وسندريلا وكل الحاجات اللي انتوا عارفينها دي. الراجل ده من اسكندنافيا، مش فاكره بقى النرويج ولا الدنمارك، غالبا الدنمارك ولا السويد، حاجه يعني حاجه من البلاد اللي فوق دي يعني. وهو تقريبا اللي كاتب اغلب الكتب المشهوره او القصص المشهوره اللي اتحولت بعد كده دلوقتي اللي هي القصص بتاعه افلام ديزني. ده معناه ايه؟ ده معناه ان جوه الفيكشن فيه انواع كتير جدا من القصص، ممكن تبقى حاجات فانتسي، حاجات مثلا ممكن تبقى ساينس فيكشن، حاجات ليها علاقه بالمستقبل، ممكن تبقى حاجات ليها علاقه مثلا ب الرومانسيه، حاجات قصص رومانسيه، قصص قتل، جرايم. فده انواع كتير. نفس الكلام بالنسبه للنون فيكشن، في نون فيكشن اللي هو بيحكي عن شخصيه، قصه حياه شخصيه مثلا، او مثلا قصه حياه ايفنت او ثوره معينه، او كتب السيلف هيلب. ده معناه ايه؟ ده معناه ان كل الفيكشن والنون فيكشن ممكن يتقسموا لسب كاتيجوريز. السب كاتيجوريز دي احنا بنسميها جنرا. الجنرا ده الاسم ده هتلاقوه يعني في كل حاجه بتفتحوها، بتفتحوا انغاني، بتفتحوا سبوتيفاي، اي برنامج للاغاني للستريمينج، هيلاقي ان هو بيسالك انت عايز تسمع انهي جنرا، عايز تسمع بوب ولا عايز تسمع روك ولا عايز تسمع كونتري ولا عايز تسمع ايه. لو فتحت مثلا نتفليكس هيقول لك انت عايز تتفرج على انهي جنرا، عايز تتفرج على افلام رومانتك كوميدي ولا عايز تتفرج على ثريلر ولا عايز تتفرج على ايه. فكلمه جنرا معناها ايه؟ معناها تايب من الارت او الليتريتشر او الاغاني او الافلام او اي حاجه كاركترايزد باي سيرتن ستايل. يعني هتلاقي ان اغلب الرومانتك كوميدي فيها نفس الكلاشيهات، وهو نفس قصة الحب بين الولد والبنت، وبعدين يتخانقوا، وبعدين في اخر لحظة في الفيلم يكتشفوا ان هم بيحبوا بعض وفجروا على بعض، يلحقوا بعض في المطار. هي نفس الستوري يعني، مع بعض الاختلافات البسيطة. نفس الكلام في الحاجات اللي هي الكرايم، بيبتدي بالكرايم وبعدين الديتكتيف يقعدوا يحوموا حوالين الكرايم سين، وبعدين يبتدي يشوف ساسبكتس كتير، وفي الاخر خالص يكتشف مين هو الساسبكت اللي عمل كده فعلا، والفيلم بيخلص. فهتلاقي ان دايما كده دي اسمها جنرا. ليه؟ لان كل الافلام اللي بتندرج تحت الجنرا دي ليها نفس الكاركترستكس، ليها نفس الحاجه. فكلمه جنرا دي هي نوع من انواع الليتريتشر او الميوزك او الافلام او اي حاجه ليها كونتنت وستايل معين. فلو احنا بصينا تحت الفيكشن هنلاقي الفيكشن مثلا في قصص خياليه للكرايم، الرومانس، رعب، فانتسي، هيستوريكال فيكشن وهكذا. في المقابل الناحيه الثانيه في النون فيكشن برضو في جنرز كتير قوي. التكست بوكس دي اللي هي زي كتب الفيزياء، كتب الجغرافيا، كتب الحاجات دي كلها بتعتبر ليتريتشر لانها كلام منقول عبر الزمن وعبر المكان وفي فاليو. بايوجرافي معناها قصه حياه حد، يعني مثلا بايوجرافي للاميره ديانا مثلا، ولا بايوجرافي للسادات. اوتوبايوجرافي دي قصه حياه حد هو اللي كتبها بنفسه. يعني اوتوبايوجرافي معناها ان مثلا باراك اوباما قاعد بيكتب قصه حياته دلوقتي، فدي هيبقى اسمها اوتوبايوجرافي مش بايوجرافي. الصحافه، المقالات، الحاجات اللي هي السيلف هيلب زي ما قلنا، الحاجات اللي هي بتساعد الناس تتخطى مثلا الجريف، تتخطى كل يعني حاجات من الحاجات اللي هي ليها علاقه بتنظيم الوقت مثلا، تايم مانجمنت، كل الحاجات دي تعتبر كتب سيلف هيلب. وطبعا في كاتيجوريز او جنرز ثانيه كتير قوي 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 لدرجه ان هم عاملين لها المنظر ده. ده ماتريكس، دي الحاجات اللي هي الفيكشن. ممكن جوه الساينس فيكشن نفسه يبقى فيه ساينس فيكشن مثلا رومانتك،
يعني قصة حب بتحصل في المستقبل وفي روبوتس وبتاع. ممكن تبقى ديستوبيان ساينس فيكشن زي مثلا ايه، زي The Hunger Games مثلا، دي حاجة في المستقبل بعد الديستوبيان، معناها ان هي بعد الابوكاليبس، وفي نفس الوقت هم عندهم تكنولوجي. هتلاقي مثلا نفس الكلام في الميستري، هتلاقي فيه ميستري وفي بارانورمال ميستري، اللي هو بقى زي حاجات اللي فيها سوبر ناتشرال، فيها الديمونز بقى والحاجات اللي هي الوحوش الغريبة دي. في هتلاقي الرومانس مثلا، فيها كونتمبري رومانس اللي هو رومانتك ايفنت بيحصل دلوقتي، هيستوريكال رومانس زي مثلا برايد اند بريجوديس، حاجة حصلت يعني زمان قديمة، gothic romantic suspense western، كل الحاجات دي بقى ايه انواع classification جوه الرومانس نفسه. الفانتسي برضو لطيف قوي في التقسيمه بتاعته، لان الفانتسي مثلا زي لورد اوف ذا رينجز، عارفين لورد اوف ذا رينجز، فده من الحاجات اللي هي تعتبر الحاجات اللي هي زي ايه الابيك، عاملين ملحمه مثلا للحاجات دي. في حاجات تانية بقى اللي هي اسمها traditional fantasy، contemporary، urban fantasy، دي اللي بتبقى موجودة في المودرن سوسايتي، زي بقى فانتسي بس مش موجودة مثلا وقت لورد اوف ذا رينج والاماكن اللي هي الغريبة، لا ده هو فانتسي بس موجودة دلوقتي حاليا. كوميك فانتسي زي الحاجات الانمي كلها اغلبها كده، ويرد فيكشن، هيستوريكال فانتسي وهكذا. نفس الكلام في الثريلر، هتلاقي في الثريلر في حاجات سوبر ناتشرال اللي هي فيها برضو ديمونز وجوستس وكده. وخدوا بالكم ان في فرق ما بين الثريلر والميستري. الثريلر المفروض ان هو بيخوف، والميستري المفروض ان هو بيبقى يعني في لغز يعني. فهنا ممكن تبقى في اشباح بتخوف، بس الاشباح اللي هنا في البارانورمال مش بتخوف، مش شرط يكونوا بتخوف في الحته دي، هي ممكن تكون بس ايه فيها بازلز او حاجه. نفس الكلام هتلاقي في حاجه اسمها بوليتيكال ثريلر. ايه بوليتيكال ثريلر ده؟ ده حاجه كده زي مثلا فيلم ذا مانشورين كانديديت، اللي هو election وانتخابات وسيناتور هنا وسيناتور هنا ومش عارف ايه، ويعني في احداث كده، فيلم رعب يعني، بس هو فعليا اصلا بيتكلموا عن شويه ناس سياسيين. في اسبيوناج اللي هو التجسس، افلام التجسس اللي بقى الافلام بتاعه زي جيمس بوند والحاجات دي كلها. ميديكال ثريلر، عارفين الميديكال ثريلر ده اللي هو زي ايه، عارفين المشاهد اللي بتحمي قوي في جريز اناتومي، وانت بقى تبقى قاعد مش عارف تعمل ايه، وحد بيموت وحد مش عارف ايه، فدي برضو من الحاجات اللي هي بيبقى فيها ثريلر بس ميديكال. سايكولوجيكال ثريلر بقى زي الافلام بتاعت هانيبال مثلا. هانيبال ما اعرفش شفتوهم برضو ولا لا، هانيبال هو اصلا بني ادم سايكو، وفي نفس الوقت بيشتغل سايكولوجيست وبيكلم مع الناس. Silence of the Lambs exactly، هم هانيبال ليكتر كل السلسله بتاعته بقى، Silence of the Lambs وهانيبال رايزنج وكل الحاجات دي، حتى المسلسل بتاع هانيبال برضو يعني فظيع، سايكولوجيكال ثريلر برضو. ليجل ثريلر برضو اللي هي الناس في المحكمه، يعني عارف لو في ديسبيوت ليجل والناس في المحكمه، فحتى لو انا عندي ساينس فيكشن وثريلر وفانتسي وميستري، ما زال جواهم تصنيفات تانية كتير. حد عنده اكزامبل؟ معلش يا دكتور، اكزامبل لايه؟ اكزامبل لاي حاجه من الحاجات اللي قدامكم دي، يعني مثلا في حاجه اسمها alternate history، حد عارف الكاتيجوري ده ويجيب لي مثال من عليه؟ alternate history مثلا كان في فيلم كان بيحكي ايه اللي هيحصل لو كانت المانيا كسبت الحرب العالميه الثانيه، وبيحكي alternate history اللي كان هيحصل، العالم كان هيبقى شكله عامل ازاي. خلاص بدا ساينس فيكشن، وفي نفس الوقت هو بيحكي alternate history لو كان الحرب مشيت في اتجاه مختلف. في حد يعني فكروا كده في مثلا الفيلم مثلا let's say بتاع اكيد حاجة كلكم انتوا شفتوها، هاري بوتر تعتبر ايه؟ ممكن يكون urban fantasy مثلا، ممكن urban fantasy، ممكن contemporary fantasy كمان، صح. طيب لو احنا عايزين حاجه مثلا زي اقول لك ايه، دايفرجنت، عارفين فيلم دايفرجنت؟ دايزوتوبيان او يوتوبيان ساينس فيكشن، ايوه ديستوبيان ساينس فيكشن، صح حقيقي. طيب فيلم مثلا زي انا عايزه اجيب افلام بس تكونوا شفتوها، عشان انا ممكن اقول لكم افلام كتير قوي انتوا ما تعرفوش عنها حاجه حقيقي. لو انا شخصيا ما بشوفش افلام خالص وماليش في التلفزيون اصلا ولا في اي حاجه ولا مسلسلات لا انا مكاني بشيرها
انا بشوف كل حاجة، فقولي قولي لا انا بشوف كل حاجة وانا بشتغل، خدوا بالكم انا مش ده قاعدة اللي فاضية، شايفاه السنة اللي فاتت. انا مش قاعدة فاضية، انا لازم عشان اشتغل لازم يكون في دوشة جنبي، فعشان يبقى في دوشة جنبي في افلام شغالة يعني عادي، فطبيعي ان انا ابقى عارفة كل الافلام اللي في الدنيا وبشتغل برضو وعندي حاجة، يعني مش بضيع وقت في الافلام، انا بس دي بتبقى حاجة كده في الباك جراوند يعني، بس انا متابعة جيدة جدا. طيب تعالوا نفكر في مسلسلات بقى، ما لو انتوا ما فكرناكوش في الافلام قوي، اقول لكم على حاجة، ممكن جيم اوف ثرونز يبقى ايه؟ أنا شايف إنه فانتسي صريح يعني، epic fantasy برضو، high epic fantasy فانتسي epic صح، fantasy. exactly epic fantasy، انتوا برافو عليكم انتوا شاطرين قوي. طيب تعالوا نتفرج على نتكلم على مسلسل تاني، لا كاسا دي بابيل شفتوه؟ ما شفتوش بس أنا عارفة كده كله حرامية، ايوه بيبقى ما انا برضو متخيل انه كله حراميه. هيبقى thriller مش كده؟ بس ايه بقى thriller؟ legal thriller؟ لأ هو espionage ثريلر ولا ممكن. ثريلر وميستري ولا ميستري بس ولا ثريلر بس؟ ممكن يكون ثريلر وميستري لان في زي تخطيط وشرح الحاجات وخطط وبتاع، ف ممكن يبقى general mystery وممكن ننقي واحدة بقى من الثريلر بس مش legal، ممكن يبقى techno thriller. طيب تعالوا نفكر في يعني اقترحوا مسلسل او فيلم انتوا تكونوا شفتوه، يعني مثلا الفيلم بتاع باراسايت ده يبقى ايه؟ لا ما شفتوش ده. ده ممكن يبقى psychological thriller. ممكن صح، برافو عليكم فعلا. طيب فيلم زي ايه؟ اصل الاكسرسايز ده لطيف ليه؟ لان ده يعني بتجيبي حاجات من الحاجات اللي انت شفتيها فعلا وبعدين تبتدي تصنفيها جوه الجنرال اللي انت قبل كده ممكن تكوني مش مدركه انها كانت موجوده اصلا، وهتلاقي ان على فكره كل الريكومنديشنز اللي بتجيلك سواء على نتفليكس او على انغامي او اي حاجه حتى اليوتيوب، الريكومنديشنز بتيجي عن طريق الجنرال مش عن طريق الحاجه اللي انت شفتيها نفسها، بيجيب لك نفس الارتست، لا بيجيب لك ارتست تاني بس هو نفس الجنرا، يعني انت بتسمعي بوب هيجيب لك مغنيين بوب تانيين، بتتفرجي على افلام سيريال كيلرز هيفضل يجيب لك في سيريال كيلرز تانيين. دكتور هو في الامتحان اكيد مفيش كلاسيفيكيشن كده صح؟ لا مفيش الكلام ده طبعا، انا واحده بلح لا مسلسلات ولا افلام ولا اي لا حاجه. لا هي احنا اخرنا الحاجات اللي هي الاساسيه دي بالتعريفات بتاعتها. اوكي تمام. طيب بصي بقى، بصوا بقى لو احنا بصينا بقى في النون فيكشن بقى اللي هو الحاجات اللي هي ايه، الحاجات الحقيقيه الحاجات اللي هي ما فيهاش تخيل، تخيلوا حتى دي فيها انواع كتير جدا من الجانرا جواه، يعني لو احنا بنتكلم على ترو لايفز ممكن نتكلم على بايوجرافي بتاعت حد، قصه حياه حد او الاوتوبايوجرافي بتاعته، واحنا كمان ممكن نتكلم على انيمال ستوريز زي الحاجات بتاعت ديسكفري وديزني، الافلام اللي هي التسجيليه دي كلها بتبقى انيمال ستوريز ترو لايفز. الحاجات اللي هي مثلا في الثريلر، لا مش ثريلز، في الثريلز في سبورتس وفي ديزاستر ستوري زي الناس اللي نجت من التسونامي عملت ايه، والترافل بلوجز، عارفين الترافل بلوجرز اللي هم الناس اللي بتقعد تسافر كده وتقابل الناس والحاجات دي، ده برضه يعتبر من الحاجات اللي هي نون فيكشن لان هو بيقابل ناس حقيقيه. الهيستوري مثلا، حاجات الريليجن، الحاجات اللي هي كل حاجه بقى في الهيستوري ممكن دي نحط فيها كاتيجوريز كمان زياده. البوب كلتشر، الكتابات كلها عن التي في والموفيز والميوزك دي كلها برضو ده سكه. فاكتس، تريفيا، بليسز، حاجات كده، حتى هاو تو ريفرنسز او هاو تو بوكس، الهاو تو بوكس دي ازاي تعمل دي اي واي، ازاي الكوكينج بوكس، ازاي تعمل كرافتس، كل الحاجات دي تعتبر نون فيكشن. ليه؟ لان دي كلها كتب يا اما بتديك انستراكشن يا اما بتديك معلومه، والحاجات كلها تكون حقيقيه، يعني حقيقيه بمعنى انها مش محدش فكر فيها ان هو يالفها، يعني مثلا هنا كارنت ايفنتس economics و politics و business و social problem و issues، طبعا الحاجات دي ممكن يكون فيها آراء شخصية في الكتابة المكتوبة بس ما زال هو بيعتمد على حاجات من الحقيقة، حاجات حواليه بيشرحها ال current events للناس العادية عاملة ازاي. حد عنده سؤال تاني هنا؟ طب محدش لفت نظره الكاتيجوري اللي اسمه coffee table books معناه ايه؟ عيني عدت عليك بسرعة بس اللي هو مش عارف.
عارفين لما تبقوا قاعدين في عيادة الدكتور وقاعدين منتظرين العيادة وانتم مش عايزين حاجة تقعدوا تقروا فيها، انتم عايزين حاجة لايت ريدنج او ان انت بتتصفحها، فالحاجات اللي هي اغلبها مثلا ايه الاطلس، الحاجات اللي فيها انيمال ونيتشر صور، ارت هيستوري وفوتوغرافي، الحاجات اللي هي بتبقى موجودة اوريدي في الـ في الـ على الكافي تيبل كده في العيادة اللي انت بس بتتصفح فيها، حتى ستايل اللي هي حاجات الموضة، المجلات الموضة وكده. الابليفتنج دي الحاجات اللي هي بتساعد الناس اللي هي زي السيلف هيلب سيلف امبروفمنت، او الحاجات اللي عارفين الفيلم بتاع ايت براي لاف اللي هو بتاع جوليا روبرتس لما طلعت سافرت ايطاليا والهند وقعدت تاكل في باستا وبتاع، او الفيلم ده مثلا ده كان كتاب اصلا، الكتاب ده من الحاجات اللي هي بيرسونال سبيريتشوال جورني، هو الست دي عملت الجورني دي فعلا وسافرت وقابلت ناس جديده واكلت اكل جديد وسمت الكتاب ايت براي لاف، فده واحده من الحاجات اللي هي يعني كاتيجوري لوحده اسمه الابليفتنج. في حاجة بقى اسمها creative non-fiction. creative non-fiction ممكن تكون يعني حاجات بتوصل messages للناس، بيحكي حاجة للناس في essay، ممكن تبقى بطريقة essay عادي زي ما بتقرأ في المجلة، أو ممكن تبقى حاجة funny، ممكن تبقى حاجات كتير. البويتري نفسه ممكن يكون شعر مش بيألف مثلا بيحكي عن حبيبته، لا ممكن يكون بيحكي مثلا عن صمود شعب مصر، عارفين في قصة كده في تانية إعدادي اللي هي اسمها صمود شعب مصر، يعني حاجة كده ممكن تكون مكتوبة بطريقة فيها شعر، وبالتالي ده معناه ايه؟ معناه ان هو بيحكي قصة حقيقية مش بيحكي حاجة من خياله، بس في كرياتيفيتي في الكتابة شوية، في لعب بالألفاظ وبالكلمات. خلاص، فاحنا كده اتعلمنا طريقتين لتصنيف الليتريتشر. الطريقة الأولانية هي رايتنج ستايل، الرايتنج ستايل ده بيبقى يا إما بويتري أو بروز أو دراما، وعرفنا الفرق ما بينهم. والطريقة التانية هو يا إما فيكشن يا إما نون فيكشن، وفيكشن ونون فيكشن دي جواهم تصنيفات كتير جدا بالهبل. التصنيفات دي اسمها ايه يا جماعه؟ اسمها جانرا، ما تنطقهاش جانر، ما تنطقهاش اي حاجه تانية، اسمها جانرا. الجانرز دي كتير قوي زي ما شايفين الجرافز دي. الجرافز دي على فكره انا في اول مره اديت الماده ما كنتش حاطه الجرافز دي، دي زودتها السنه اللي فاتت بس علشان بس ايه نفهم اكتر قد ايه الدنيا متشعبه، لكن مش هسالكم فيهم. نيجي بعد كده بقى لتالت تقسيمه، التقسيمه بيزد على البيربس والايم من الكتابه. الكتابه دي انت هدفك منها ايه؟ هدفك منها ان انت تبسط الناس اللي قاعده بتقرا، ولا هدفك ان انت تديهم انستراكشن عن حاجه معينه؟ يعني مثلا الكتاب بتاع ايكيا، عارفين الكتاب بتاع ايكيا اللي هو بتاع ازاي تركب الحاجه، ده بيدي انستراكشن. في حاجات زيه كده تكنيكال رايتنج، في حاجات زيه زي ايه مثلا؟ ازاي تشغل الماشين الفلانيه، ازاي تشغل الماشين الفلانيه، ده بيستخدم تيرمز معقده، بيستخدم تيرمز سبيشالايزد الناس بس اللي بتشتغل مع الماشين دي هتفهمها. هتلاقي ان هو مش للبابليك ريدرز، هو بس للناس معينه اللي هتشتري الجهاز ده، فدي اسمها تكنيكال رايتنج. وبيبقى الطريقه بتاعت الكتابه بتاعتها ان هو ان انا بانفورم اللي بيقرا او بعمل له انستراكشنز. في المقابل بقى في الطريقه اللي هي الكرييتيف رايتنج، ده الفورم اوف رايتنج الفيكشن او نون فيكشن، بكتبه بطريقه فيها ايدياز، فيها ستوريز، فيها ثوتس بطريقه ايماجينيتيف وانفنتيف. ليه بقول لكم هنا ممكن يبقى فيكشن ونون فيكشن؟ لان انا ممكن اشرح الايدياز بتاعتي بطريقه ممكن تبقى ابيلينج. يعني احنا مثلا في الماده بتاعتنا من الاول قبل كل محاضره، فاكرين لما كنت بجيب لكم اكسرسايز كده اللي هو مثلا الصوره دي جايه من انهي كلتشر، او الصوره دي ممكن تكون بتديك احساس بايه في محاضره السايكولوجي، او الصوره دي مثلا يعني السيمبوليزم اللي فيها ايه. طب ما كل الحاجات دي كلها دي اوريدي حاجات موجوده في كتب. ذا واي اي ديليفر الايديا، انا بحاول الاقي طريقه انفنتيف وايماجينيتيف عشان اوصلها لكم، رغم انها ايديا حقيقيه مش نون فيكشن، مش فيكشن يعني مش خيالي. فده معناه ايه؟ ده معناه ان فيكشن ونون فيكشن الاثنين ممكن يبقوا كرييتيف، ان انت توصل الايديا بطريقه طريقه الكتابه، الطريقه فيها ايماجينيشن وفيها انوفيشن، والطريقه نفسها تكون يعني ديديكيتد للجنرال بابليك. فلو جينا بقى نفرق ما بين الانستراكشن بتاعه التكنيكال رايتنج والحاجات بتاعه الكرييتيف رايتنج هنلاقي في فروق اساسيه. الفرق الاولاني ان دايما الكرييتيف رايتنج بتبقى سبجكتيف، حتى لو هي بتتكلم على ايدياز انا بوصل لك الايديا الحقيقيه من وجهه نظري انا. التكنيكال رايتنج لازم بيبقى اوبجكتيف، لان انا بشرح لك ماشين، الماشين دي ما ينفعش اشرحها لك بمزاجي، مش هي الماشين لازم ادوس على الزرار الاحمر وانا بقى جيت في دماغي بقى، لا انا بقول لك ايه دوس على الزرار الازرق اللي هو يعني لو هي قنبله هتفرقع في وشك اساسا. فلازم نبقى دايما واخدين بالنا في التكنيكال رايتنج ان هو لازم يكون اوبجكتيف.
في الكريتيف رايتنج ده بيبقى جنرال اودينس. جنرال فوكابولري معناها ايه؟ معناها ان بيستخدم كلمات سهله، بيستخدم كلمات الاودينس بتاعه هو عامل حسابه ان كل الناس اللي بتشتري مجله جورنال الاهرام مثلا لازم تفهم المكتوب. لو انا كلمت بكلام الطبقه الراقيه بس اللي تفهمه والطبقه المثقفه زياده، عارفين عمرو حمزاوي وقت الثوره لما كان بيطلع يقول كلمات جمل كبيره كده احنا مش فاهمين منها ولا كلمه، هو ده اكزاكتلي اللي كان بيعمله، ان هو ما كانش بيتكلم بطريقه فوكابولري الناس كلها تفهمه، وده كان غلط. بالنسبه للتكنيكال رايتنج لا عادي ما فيش مشكله ان انت تتكلم بطريقه ساينتفك بسبيشاليز فوكابولري، لان البني ادم اللي بيقرا التقرير بتاعك ده بيبقى اصلا متخصص في الشغلانه دي او متخصص في الماشين دي، فما فيش مشكله ان الكتابه بتاعتك تبقى فيري سوفيستيكيتد او فيها سبيشاليز فوكابولري. زي ما اتفقنا الهدف البيربس والايم بقى بتاعهم، البيربس والايم هنا تو انفورم تو انستراكت او ان انت تقنع حد. فبالتالي لو احنا عندنا ماشين او حاجه فانت بتدي انستراكشن ازاي تتعامل معاها، لو انت بتدي مجموعه من الانفورميشن عشان او بروتوكول. يعني مثلا انتوا عارفين البروتوكول بتاع وزاره الصحه للتعامل مع كوفيد 19 ده يعتبر تكنيكال رايتنج، لانها بتطلع ريبورت، الريبورت ده فيه 1 2 3 4 اعمل كذا اعمل كذا اعمل كذا اعمل كذا، اعزل نفسك، لو ما لقيت ان انت عندك اعراض فلانيه لازم تروح للمستشفى، لو الاعراض فلانيه اعزل نفسك في البيت وهكذا. ما هو ده ايه بقى؟ ده هنا تو انفورم تو انستراكت. ممكن يكون في نوعين من التقارير، تقرير نازل للدكاتره بالالفاظ السبيشاليز بشرح اكتر للدكاتره بس بطريقه ساينتفك، وفي واحد تاني نازل للبابليك اللي هما بينزلوه على الفيسبوك كده اللي هو يعني الحاجات اللي هي اللغه الشعبي بتاعتنا عشان احنا نفهمه. فالمكتوب بطريقه فيري ساينتفك ده يعتبر تكنيكال رايتنج، وهدفه ان هو ينفورم الناس ويديهم انستراكشنز. في المقابل الكريتيف رايتنج هدفها الانجويمنت، يعني انت محتاج تنبسط وانت بتقرا كتاب، حتى لو هو كتاب مش روايه، يعني لو هو كتاب مثلا سيلف هيلب او كتاب اوتوبايوجرافي او كتاب بيحكي مثلا عن ثوره 19 او ايا كانت الكتاب بيحكي عن ايه، انت محتاج ان انت تنجوي الكتابه المكتوبه. فلازم الكتابه الاسلوب بتاعها هيكون فيه انترتينمنت، فيه ايديز تطلع في دماغك، ان انت ان الكتاب يشدك تبقاش عايز تقفله. لو انت بتقرا كتاب والكتاب ده المفروض ان هو كرييتيف وانت مش طايق نفسك، حاجه من الاثنين، يا اما انت اصلا مش انترستد في التوبيك، يا اما الرايتر يعني في منتهى الفشل. ليه؟ لان هو ما قدرش يتوقع الاسئله هتيجي في دماغك عشان يرد عليها ويبقى عامل بينه وبينك حوار، وده اللي هنتكلم فيه المره الجايه في الارجمنت، ان انت ازاي لازم تتوقع اللي قدامك ايه السؤال اللي هيجي في دماغه وترد عليه انت الاول قبل ما هو يساله، بحيث ان انت اكنك بتبني حوار او دايلوج بينك وبين الريدر بتاعك، وازاي ان انت تشد وازاي ان انت تخليه مقتنع برايك اكتر، ان انت ازاي تسبورت رايك ده بافيدنس او بريزنز، او ازاي ان انت يعني تقول له انا عارف ان في دماغك بتدور مشاكل كذا وكذا وكذا بس ما زال انا رايي كذا عشان الاسباب التاليه. فبالتالي لازم تكون مرتب طريقتك في الكلام، والا الناس مش هتبقى انترتيند ولا هتبقى بروفوكت ولا هتبقى عايز تقرا انت كاتبه ده اصلا. اخر حاجه هنا الكتابه في التكنيكال رايتنج بتبقى غالبا فورمال واكاديميك، اللي هو حرك الماشين الدراع الفلاني اعمل كذا اعمل كذا، من غير بقى الكلام اللي هو ايه اللي بيحشي في النص الجمل. يعني مش هيقولك مثلا حرك دراع الماشين الجميل مثلا، لا، بس هنا هيقولك ان الزهور كانت رائحتها جميله والست كانت ماشيه جنب الزهور وشكلها فستانها لايق مع الالوان ومش عارف ايه. هنا الكلام ممكن يبقى فيه صور، فيه حاجات ارتستيك. في المقابل هنا مش هينفع يقول لك ان الماشين دي مثلا حلوه قوي او انها بتنول اعجاب الناس، لا طبعا، لان ده كل ده مش تكنيكال ومش اكاديميك، ودي طريقه في الكلام مش فورمال. فلازم في التكنيكال رايتنج بيبقى الهدف ان انا بانفورم ناس معينه سبيشاليزد فوكابولري، في المقابل في الكريتيف رايتنج انا عايزه اشد الناس، عايزه اخليهم يفكروا، عايزه اخليهم اوصل لهم الايديا بتاعتي ايا كان. حد عنده سؤال؟ خلص كده ماشي. طيب نيجي على اخر تقسيمه بقى، اخر تقسيمه للليتريتشر ممكن تقسم ازاي. احنا اتفقنا ان نفس الحاجه ممكن تبقى بروز وممكن تبقى فيكشن او نون فيكشن وممكن تبقى كرييتيف او تكنيكال. يعني مثلا لو جينا مسكنا الكتاب بتاع ذا ليتل ميرميد اللي احنا جبناه في الاول خالص، الكتاب بتاع ليتل ميرميد ده هو بروز لان هو ما فيهوش شعر ومش في صوره دايالوج، هو الكتاب نفسه بيوصف البحر وبيوصف الناس وحاجات كتير وفي دايالوجز في النص الكلام،
بس هو المكتوب اغلب الكلام مكتوب بروز. اسمه ايه ده، ليتل ميرميد هيبقى ايه؟ هيبقى اني واحد من دول، هيبقى فيكشن ولا هيبقى نون فيكشن، وهيبقى تكنيكال ولا كرييتيف؟ فيكشن وكرييتيف. طيب لو احنا اتكلمنا مثلا على كتاب زي بتاع الحاجات السيلف هيلب، زي مثلا الكتاب بتاع فيكتور فرانكل A Man's Search for Meaning، ده هيبقى فيكشن نون فيكشن كرييتيف تكنيكال؟ نون فيكشن نون فيكشن تكنيكال كرييتيف نون فيكشن وكرييتيف. ليه؟ لان هو نون فيكشن لان هو بيتكلم على حاجات حقيقيه، وكرييتيف لان هو مش بيدي انستراكشنز، ده هو بس بيحكي الاكسبيرينس بتاعته في الكامب، وبيحكي على الناس التانية قصص حياتهم الحقيقيه بطريقه كابتيفيتيف، وطريقه انها بتيفوك ايموشنز وبتيفوك ايدياز وكل الحاجات دي، فاكيد هو كرييتيف. هو مش تكنيكال، هو مش بيدي انستراكشنز، مش بيقول لك 1 2 3. فهنا ابتدى بقى يظهر عندنا حاجه ممكن تبقى نون فيكشن وفي نفس الوقت كرييتيف. طيب لو احنا بنتكلم مثلا على كتاب الفيزيكس بتاع اعدادي بتاع فريشمان، هيبقى ايه؟ نون فيكشن وتكنيكال. هيبقى نون فيكشن وتكنيكال ليه؟ لان هو هيبقى بروز الاول عشان هيبقى فيه جمل وباراجرافز، نون فيكشن لان هو بيتكلم عن حاجه حقيقيه، وتكنيكال لان هو بيكلم اودينس معينين، الاودينس دول اللي هم الناس اللي دارسه فيزيكس، بيتكلم بطريقه فيري ساينتفك وطريقه فورمال، مفيش صور خياليه، بيدي انستراكشن ازاي احل المساله او ازاي ان انا ابروتش مشكله معينه في الطبيعه. فهو بيعتبر تكنيكال ويعتبر نون فيكشن ويعتبر بروز. طيب عايزه مثال كمان، ما اعرفش انتوا فاكرين العربي اللي خدتوه في ثانوي ولا لا، بس كان في قصائد كده بتاعت ابو فرس الحمداني وحاجات كده، فاكرين الناس دي؟ ما خدناش الكلام ده، والله فاكره كتير قوي. بقى انا خدت كميه حاجات في العربي في ثانوي، حسيت ان هو ايه ده يعني، ماشي بقى المنهج اتغير، خلينا ناخد حاجات بسيطه. المنهج اتغير يعني انا عجوزه قوي كده، يعني انا كبرت قوي. ما حسيتش ما حسيتش حسيت هم شغل على حاجات. بهزر بهزر بهزر. طيب بحاول ادور على مثال تاني يكون دراما او يكون بويتري ويكون خدنا كتاب الايام بتاع اجاثا كريستي. اجاثا كريستي ده هيكون اكيد فيكشن واكيد هيكون كرييتيف صح؟ وهيبقى بروز، هيبقى زيه زي مثلا ليتل ميرميد. كتاب الايام بتاع طه حسين ده عباره عن ايه؟ ده نون فيكشن كرييتيف صح، برافو عليكم. هي اوتوبايوجرافي صح، برضه. انتوا شاطرين قوي، ايه ده؟ ولا هو الموضوع سهل يعني، انتوا مش انتوا اللي شاطرين ولا حاجه؟ طيب الموضوع لذيذ. الموضوع لذيذ، اوكي. طيب اخر تقسيمه بقى اللي هي سايز والستراكشر، يعني احنا قسمنا مثلا كتاب الايام، قلنا ان هو بروز، وقلنا ان هو نون فيكشن اوتوبايوجرافي وكرييتيف رايتنج. طيب هو الكتاب بتاع الايام ده كام صفحه او كام كلمه؟ فهل هو يبقى عباره عن بوك ولا ارتكل ولا نوفلات ولا كومبوزيشن ولا ايه بالظبط؟ هتلاقي ان في تقسيمات بيزد على عدد الكلمات اللي مكتوب بيها الحاجه، ومش بس عدد الكلمات، الاستراكشر بتاع الحاجه. يعني مثلا لو انتوا خدتوا بالكم ان في هاشتاج كان شغال من فتره على الفيسبوك اللي هو قصه قصيره حزينه، ثلاث كلمات ورا بعض، الثلاث كلمات دول بيحكوا وراهم قصه قصيره حزينه لحياتك مثلا كطالب في كليه الهندسه مثلا. عندكم مثال لقصه قصيره حزينه؟ عمارة عين شمس. دي فدوة صح؟ هو في لا ندى دادا. بس هو في تقريبا قصة لتشيخوف كانت من الأدب الروسي تقريبا، حاجة زي كده، كانت لا تتعدى باراجراف، يعني هي دوبك 3 4 5 سطور حاجة كده صح. دي اسمها فلاش فيكشن فعلا، والفلاش فيكشن ده هي عبارة عن قصة ما بتتخطاش الألف كلمة بأي شكل من الأشكال، ده في الكريتيف رايتنج. الفلاش فيكشن ده الاستراكشر بتاعه مختلف جدا بقى عن اي كتابه تانية. ليه؟ لان هو صغير قوي، فانا ما ينفعش ان انا اعمل بقى فيه مقدمه وقلب ونهايه، لا ده هو اصلا لازم تبقى كونسنتريتد ايديا في باراجراف واحد، ولازم تشد البني ادم ولازم يفهمها. يعني اقول لك مثلا مثال، القصه القصيره حزينه اللي اسمها عماره عين شمس، دي قصه ديب قوي، لان اي حد دخل عماره عين شمس هو عارف واتس بيهايند الثلاث كلمات دول.
هي ما كانتش محتاجة تشرح ايه السيء ولا ايه الحزين في عمارة عين شمس، احنا كلنا عارفين. فهي ده بالظبط الفكرة، ان الايديا اللي بتتحط في الباراجراف لازم تلمس الناس بأقل عدد ممكن من الكلمات. فالفلاش فيكشن يعتبر من أصعب الطرق إن أنت تكتب قصة خالص، لأن كل الناس بتميل إلى الرغي زي كده، يعني لازم تميل إنها تشرح وتعيد وتزيد وتدي مثال. الناس اللي بتكتب الفلاش فيكشن ده حاجة صعبة جدا، لأن هو بيدي الأيديا فيه حقنة كده، وده بيبقى عدد الكلمات بتاعته صغير جدا، ما يتعداش الألف بأي شكل من الأشكال. في ناس تبدأ من 3 كلمات لغاية باراجراف، ده أقصى حاجة في الفلاش فيكشن. طيب لما نيجي نتكلم برضو في بقية الفيكشن والكريتيف رايتنج بعد الفلاش فيكشن، اللي هي الأكبر شوية اسمها شورت ستوري. الشورت ستوري بتبقى يعني من 1000 ل 7500، ده معناه إن هي في حدود أقل حاجة مثلا صفحة، صفحة ونص، وممكن توصل ل3 صفحات. الشورت ستوري هنا ال3 صفحات دول الاستراكشر بتاعهم مختلف شوية. ليه؟ لأن أنا بقى عندي مساحة شوية إن أنا أشرح، ممكن أبتدي أحكي شوية على الكونتكست، المكان مثلا اللي الأحداث بتدور فيه. هتلاقي ان انا ما عنديش شخصيات كتير، انا عندي شخصيه واحده او شخصيتين بالكتير، لان شورت ستوري ما فيهاش مكان ان انا اعمل شخصيات بقى، عائله كامله بعيالهم بجيرانهم بالمدرسين بتوعهم بكل الناس دي، ما فيش وقت، ما فيش مكان. فالشورت ستوري بتبقى الى حد ما فيها تفاصيل شويه عن الفلاش فيكشن، بس في نفس الوقت برضو محدوده من ناحيه الشخصيات بالذات، لان انا الشخصيات كلها عشان انا اقدم شخصيه هيبان قوي في المحاضره بتاعه الفيكشن. هنتكلم بقى على ستراكشر الفيكشن نفسه والروايات بتتقسم ازاي، هيبان قوي ان احنا لما نيجي نتكلم عن الشخصيات في انواع شخصيات كتير، وكل شخصيه لازم يبقى ليها باك جراوند، والشخصيات دي عشان تقدمها وتقدم الباك جراوند بتاعتها مش هنلحق في الشورت ستوري. فهي يا دوبك بتبقى ايه، شخصيه واحده، شخصيتين حتى من غير تقديم، اخرنا نشرح الموقف اللي هم فيه، ان هم قاعدين في مطعم، او ان هم راكبين الاتوبيس، او ان هم ماشيين في الشارع جنب الاعمده الاناره مش عارفه عامله ازاي. فاحنا بنوصف الموقف باقل عدد ممكن من الكلمات، شخصيه واحده او شخصيتين، بنحكي موقف حصل ما بينهم وبيتفرقوا وبيمشوا خلاص. يعني هو غالبا شورت ستوري بتبقى كده. نيجي بعد كده للاكبر شويه، فيهم 3 حاجات، نوفل ونوفيلا ونوفيلات. النوفل دي اكبرهم بقى، اللي هي القصه بقى اللي هي بتبقى اكتر من 40,000 كلمه، اللي هو بيبقى عباره عن كتاب كده روايه. النوفيلا اصغر شويه من 20,000 ل 40,000، والنوفيلات اقل قوي، اللي هي دوبك اكبر من شورت ستوري بشويه واصغر من النوفيلا. الفرق ما بين التلاته ايه؟ نفس الكلام اللي قلناه فوق، هما النوفل بتبقى فيها استفاضه اكتر في الشرح، مش بس استفاضه في الشرح، ده انا كمان ممكن ابتدي اقعد اخلي الشخصيه بتتكلم وبتحكي عن مشاعرها الداخليه من 5 سنين كانت عامله ازاي ودلوقتي بقت عامله ازاي. فانا عندي مجال ان انا اجيب شخصيات كتير، شخصيات معقده، مش بس كده، ده النوفل نفسها ممكن يبقى فيها سيكول، يعني هاري بوتر 1 و2 و3 و4 و5 و6 وهكذا. ونفس الكلام برضو في اسمه ايه ده، جيم اوف ثرونز، نفس الكلام في لورد اوف ذا رينجز. هتلاقي كل الحاجات دي كانت سلاسل كتب كتير، النوفل الواحدة ممكن تكون متقسمة على سلاسل مختلفة. فهتلاقي ان انت النوفل اكتب فيها زي ما انت عايز، حط الشخصيات فيها اللي انت عايزها، بس بشرط ان انت تلتزم بالتمانية elements بتوع ال creative writing والفيكشن وكتابة النوفلز، دي هنتكلم عليها في محاضرة لوحدها، اللي هما التمانية elements دول ايه. نيجي بقى في النوفيلا والنوفيلات، بيبقوا اصغر شوية في الحجم. عادة اللي بيبتدي يكتب لأول مرة، اللي بيبتدي يكتب لاول مره خالص حاجه كرييتيف، بيبتدي بالشورت ستوري او بالنوفيلات شويه، ان هو يمرن ايده على الكتابه، يمرن ايده ان هو يعمل ستراكشر بشخصيات قليله ببلوت بسيط حاجه كده، بحيث ان هو ايه يدخل في الكتابه. محدش بيبدا اول حاجه يكتبها يكتب نوفل على طول، لان النوفل بتبقى فيها ليفل اوف كومبلكستي عالي جدا. ف الثلاثه دول شبه بعض في الاستراكشر الى حد ما، بس كل واحده فيهم اصغر من الثانيه، بس ما زال فيهم نفس الاليمنتس، يعني نفس فيهم الشخصيات، فيهم البلوت، فيهم الحاجات دي كلها. ده بالنسبه للروايات والقصص من اول النوفل لغايه ما تنزل خالص. لو انتوا بقى فاكرين زمان، انا ما اعرفش انتوا عارفين الكلام ده ولا لا، بس واضح ان انا فعلا عجزت قوي. كان في زمان حاجه اسمها المكتبه العربيه الحديثه. المكتبه العربيه الحديثه دي اللي هي بتطلع كتب بتاعه احمد خالد توفيق والله يرحمهم بقى الاثنين، نبيل فاروق، كانت بتطلع بقى رجل المستحيل وملف المستقبل وما وراء الطبيعه وفارس الاندلس وروايات عبير وروايات كل الحاجات اللي هي كده دي. الجيل بتاعي انا، يعني انا اخواتي الاكبر مني كانوا جايبين كل المجموعات، كل الكولكشنز بتاعتهم،
بتاعت ملف المستقبل بقى ورجل المستحيل والحاجات دي كلها، وكانت كتب صغيرة جدا، فكانت هي في حدود النوفلات كده. النوفلات دي كنت بخلص 2 3 في اليوم، بس قصة كاملة بأحداثها كاملة كل حاجة. في بقى في نفس الحاجة اللي هي نفس دار النشر يعني، كانت بتعمل حاجة اسمها كوكتيل 2000، معرفش برضه اسمه عنه ولا لأ. كوكتيل 2000 ده كان عبارة عن مجموعة من الشورت ستوريز، وفي الآخر في قصة نوفيلا لوحدها. وبرضه دي كانت من الحاجات اللي هي شورت ستوريز ورا بعض ورا بعض ورا بعض، وفيها فلاش فيكشن في النص. فكانت من الحاجات اللي هي الجيل بتاعي انا يعني، الجيل ده وانا في ثانية إعدادي مثلا، قريت كمية حاجات من الشورت ستوريز والنوفلز والحاجات اللي هي صغننة قوي حقن كده. بس انا حاسة انها من الحاجات اللي ممكن تكون فرقت فعلا في شخصيتنا كجيل يعني. لما كبرنا شوية حصل بقى اختراع عظيم برضو يعني، غالبا دي الحسنة الوحيدة اللي الست دي عملتها، سوزان مبارك قررت تعمل حاجة اسمها مكتبة الأسرة. أنا معرفش انتوا برضو بتوعوا عليها ولا لأ. مكتبة الأسرة دي فجأة قررت إنها تنزل مجموعة من الكتب اسمها الأدب العالمي للناشئين، كانت مترجمة أغلب الروايات العالمية بتاعة تشارلز ديكنز بقى وشكسبير وشوية ناس تانية فطاحل تانيين، وكانت مترجمها باللغة العربية، وكانت نزلاها في صورة نوفلات. نوفلات اللي هي كتاب قد الإيد كده صغنن، ومختصرينها مختصرين الرغي كتير في الرواية. و يعني كان الكتاب ب 2 جنيه ساعتها اصلا يعني، والناس كانت بتشتري بهبل، وانا قريتهم كلهم من كتر ما هم كانوا مرميين حواليا في البيت في كل حته، الواحد زهقان طب هعمل ايه كده يعني. فدي من الحاجات اللي هي الجيل بتاعنا ده اتربى عليها، وعشان كده احنا هتلاقي يعني احنا جيل غلبان فعلا. بس انا كان عندنا الفرصه ان احنا نقرا الحاجات دي سواء بالعربي او بالانجليزي. ودلوقتي بس لما انا كبرت اكتشفت ان انا اللي قريته ده كان اغلبه في الشورت ستوري وفي النوفلات. عشان كده انا دلوقتي ماليش شقطانه اقرا نوفل كبيره، لان انا خلاص اتعودت على الحاجات اللي هي ايه الحقن الصغيره دي. حد سمع عن اي حاجه من اللي انا قلتها قبل كده، اللي هي كوكتيل 2000 ولا رجل المستحيل ولا اي حاجه من الحاجات دي؟ شفتوها اصلا عند اخواتكم طيب ولا اهاليكم؟ لا، وانا بدور على حاجات احمد خالد توفيق دلوقتي، انا سمعت كده من بعيد وادور عليها حاليا، بس دي موجودين حاجة كلهم من بي دي اف زمن اونلاين، قريب يعني. موجودين كلهم بي دي اف اونلاين، في ناس عم رفعاهم على جوجل درايفز. عايزاهم هارد كوبي. اه لا، هارد كوبي كتابي بقى كيف؟ في الخليفه المامون. الخليفه المامون في اسمه ايه ده، المكتبه العربيه الحديثه دي جنب مارلي. عارفين مارلي اللي في الخليفه المامون؟ تدخلي جنب مارلي بتاع الهدايا على ايدك الشمال هتلاقي المكتبه العربيه الحديثه، فيها كل الابلكيشنز بتاعت نبيل فاروق واحمد خالد توفيق والناس دي. طبعا في ناس تانية بتروح تشتريها من فيرجن والحاجات اللي هي السلاسل اللي هي اوفر برايسد، بس انا بروح احب اروح للناشر الاصلي على طول يعني. يضايق الوقت بس انا متخيله، يخلص. يعني ان انتوا شايفين انا بتكلم فيه ده فعلا خيال علمي، لان انا ولادي مثلا يعني ما عندهمش استعداد يقروا الحاجات دي خالص، وبتحايل عليهم بقول لهم طب جربوا دي، طب جرب دي، طب جرب فلاش، حتى اي حاجه اللي فيها ما فيش ابدا. هم رافضين الفكره اصلا ان هم يقعدوا يقروا الحاجات الصغيره دي، مع انها يعني لو هم ابتدوا يقروها الموضوع هيبقى فارق معاهم جدا. طيب ندخل بقى في النون فيكشن. النون فيكشن بقى اللي هي الحاجات اللي هي التكنيكال رايتنج بقى، احجامها قد ايه؟ لو انت كتبت باراجراف بيبقى اسمه كومبوزيشن، وده اللي كان بيجي لك في الامتحان في ثانوي او حتى في اعدادي، بيقول لك اكتب كومبوزيشن عن الموضوع الفلاني. فكنت بتكتب باراجراف عباره عن مجموعه من الايديز مترتبه ورا بعض. نيجي بعد كده لو الكومبوزيشن ده كبر شويه، كبر معناه ان هو بقى اكتر من باراجراف، وكل باراجراف فيه ايديا كده، بقى اسمه ايسي. الايسي ده المفروض ان هو يكون مترابط، مجموعه الايديز كل واحده بتوصل للتانيه، بس مش لازم يكون في مقدمه ووسط ونهايه. المقدمه والوسط والنهايه بتظهر في الاكبر شويه اللي هو الارتكل. الارتكل ده بيبقى عباره عن ايه؟ عباره عن مقدمه عن الموضوع، بتحكي الارتكل ده بيتكلم عن ايه. وبعدين في النص في بادي، البادي ده بيبقى فيه مجموعه من الايديز مترتبه، وفي الاخر في حاجه اسمها كونكلوجن. دكتور حضرتك صوتك بيقطع. وانتي كمان صوتك بيقطع. طيب هعيد الحته دي تاني، سامعين كده؟ طيب اوكي كده تمام. طيب دلوقتي لو احنا كنا بنتكلم على الامتحان بتاعك في ثانوي، وانت بتقرا تكتب كومبوزيشن، هو عباره عن ايه؟ عباره عن باراجراف في مجموعه من الايديز، كل ايديا في سنتنس. فلو هم كلهم بيتكلموا على توبيك معين يعني، مثلا ممكن يقول لك في المدرسه اكتب كومبوزيشن عن اضرار التدخين، او اكتب كومبوزيشن عن حرب اكتوبر. ف
فهتبتدي تكتب الاحداث او الافكار بتاعتك عن ليه التدخين مضر. مثلا ممكن تبتدي تتكلم على ان ازاي الدين مثلا بيقول ان التدخين حرام، او ازاي ان ايا كانت الافكار اللي انت عايز تطلعها من دماغك عشان تكتب الكومبوزيشن ده على بعضه. الكومبوزيشن ده مجموعه من الافكار مش مترتبه بطريقه بدايه ونهايه وفي النص، لا هي مجرد مجموعه من الافكار كل واحده بتوصل للتانية. لو بقى اكتر من باراجراف واحد بقى 2 او 3 باراجراف بيبقى اسمه اساي. والاساي نفس الحاجه، هي كل باراجراف فيه ايديا، وبرده مش مضطرين ان احنا نكتب يعني يبقى فيه بدايه وبادي واند. الاساي بيبقى بس مجرد يعني افكار مترتبه زي الكومبوزيشن بس اكبر شويه. ندخل بقى في الاكبر منهم اللي هو الارتكل. دي بتيجي هنا يظهر ستراكشر مختلف شويه، لان في الارتكل انا محتاجه ابتدي بيه بدايه. البدايه دي بتبقى انترودكشن، بتحكي القصه كلها وبتحكي انا هعمل ايه في الارتكل دي. بعدين هيبقى فيه البادي. البادي بتاع الارتكل ده ممكن يكون برضو مجموعه من الباراجرافز او ايدياز بتوصل لبعض بستراكشر معين. وبعدين في الاخر خالص دي بقى اول حاجه يظهر فيها الموضوع ده هو الارتكل، فكره الكونكلوجنز، ان انا لازم في الاخر يبقى عندي conclusions. conclusions دي بتصمب اللي حصل في الارتكل كله على بعضه. طيب نيجي بعد كده للنوع الاصعب سنه اللي هو البيبر. حد عنده فكره الفرق ما بين البيبر والارتكل؟ طيب هو تقريبا بس البيبر ده بيبقى مجموعه articles مع بعض زي الجورنال تقريبا. لا تمام، هي الجرايد الجورناليزم بيبقى جواها essays وarticles جوه الجورنال. يعني هتلاقي في الجورنال نفسه في مقالات اللي هي بتبقى عمود صغير كده ده اسمه essay، وهتلاقي مواضيع تانية spread شوية على نص الصفحة مثلا اللي هي موضوع عن حاجة معينة، وده بيبقى اسمه article عن الحاجة دي. article مثلا عن event، عن شخصية، عن حاجة، بيبقى فيه مقدمة وفي وسط وفي نهاية في الآخر، ده اسمه article. ندخل بقى في papers. papers بتبقى أكبر من articles وبتستخدم اكتر في الاكاديميه او في البحث العلمي. بتختلف عن الارتكل في ايه بقى؟ اول حاجه الحجم بتاعها اكبر. تاني حاجه في البادي اللي في النص، يعني برضو فيها انترودكشن. البادي اللي في النص بيبقى مقسوم نصين، في جزء اسمه ليتريتشر ريفيو، ده معناه ان انا جايبه كلام الناس التانيه بتقول ايه، والجزء التاني من البادي بيبقى انا بقول ايه عن طريق الاناليسيس بتاعي او الكيسز اللي انا بستشهد بيها او الحاجات اللي هي ماي انبوت يعني ماي كونتريبيوشن. وفي الاخر خالص بيبقى فيه الكونكلوجن، بس الكونكلوجن برضو بيبقى معقد شويه، بيبقى مقسوم نصين. بصوا الكلام ده مش هيجي في الامتحان، انا بحكي لكم خلاص عشان تبقوا فاهمين، بس عشان ما حدش يقعد يتجنن ويقول لي اكتب ورايا عشان انا مش كاتبه الكلام ده في السلايدز، انا بحكي لكم بيني وبينكم. يعني بعد البادي بيبقى فيه الجزء اللي في الاخر هو الكونكلوجن. الكونكلوجن ده بيبقى مقسوم نصين، حاجه اسمها ديسكشن وكونكلوجن. الديسكشن دي عباره عن ايه؟ عباره عن ان انا بحاول اثبت للناس اللي بتقرا ان الراي بتاعي والراي بتاع الناس اللي انا جايباه بالليتش ريفيو الاثنين ماشيين مع بعض او الاثنين متعارضين، وبالتالي بطلع كونكلوجن في الاخر بيزد على ده. فانا بيبقى عندي في البيبر في الارتكل عندي ثلاث اجزاء بس، انترودكشن وبادي واند. في البيبر بيبقى عندي انترودكشن وبادي مقسومه اثنين، الكلام بتاع الناس اللي هو الليتش ريفيو وشغل بتاعي انا اللي هو الاناليتيكال فريم ورك بتاعي. بعدها في الاخر خالص في اند، الاند دي بتبقى مقسومه حاجتين برضو، الديسكشن والكونكلوجن. طبعا مش هيفيدكم الكلام ده في اي حاجه انليس ان حد فيكم قرر يكتب ساينتفك بيبر بعدين. الفكره كلها في ايه؟ ان الاستراكشر ده مهم ان انت تبقى عارفه عشان ده اكزاكتلي اللي هيطلع بعد كده في الكتب. يعني لو انت عملت مجموعه من البيبرز مع بعض اثنين او ثلاثه في بابليكيشن واحد بقى اسمه كتاب، او لو انت كبرت البيبر دي بتقيت تحشي جوه، تقسم مثلا الليترش ريفيو انتو شابترز وتقسم الاناليتيكال فريم ورك بتاعك انتو شابترز بقى كتاب على بعض. فكان مهم ان انا بس اشرح لك الفكره دي عشان اقول لك الحاجات اللي هي النون فيكشن البوكس بتتقسم ازاي. لازم هيبقى فيه مقدمه، ولازم هيبقى فيه كونكلودنج ريمارك في الاخر، اللي في النص هيبقى متقسم شابترز، والشابترز دي هتبقى متقسمه بيزد على اللي انا قلته من شويه، ليترش ريفيو my own contribution وdiscussion وفي الاخر conclusion. وفي بعض البوكس بيبقى في حاجه اسمها recommendations كمان. recommendations دي اللي هي بتجمع في الاخر الخلاصه احنا المفروض نتصرف ازاي، مثلا حاجه فيها ليها علاقه بالانفايرمنت مثلا، حاجه ليها علاقه الكتاب له علاقه بالانفايرمنت بيتكلم على مشاكل الكلايمت تشينج مثلا، فبيتكلم في الاول في المقدمه عن ازاي ان الكلايمت تشينج ده بقى خطر احنا لازم ناخد بالنا منه وان احنا ما ينفعش نتجاهله اكتر من كده.
وبعدين ده في الانترودكشن. وبعدين جينا في الجزء بتاع البادي في الليترشر ريفيو، عامل شابتر كامل عن كل الكتابات اللي الناس قالتها على كلايمت تشينج في العشر سنين اللي فاتوا، وبيحكي ان فلان قال وفلان قال وفلان اتفق معاه وفلان تاني اتعارض معاه، بس في الاخر وصلوا اتفقوا على كذا. ده في الجزء بتاع الليترشر ريفيو. نيجي بعد كده ماي اون كونتريبيوشن بقى، انا يا جماعه عملت تحليل لدرجات الحراره جوه القاهره في العشر سنين اللي فاتوا، وعرفت قد ايه ان الحراره جوه القاهره مثلا زادت 3 درجات بس في سنتين، مش عارفه من كام لكام، وبعدين وان دي من المؤشرات الخطيره. خلاص نيجي بقى بعد كده شابتر بعد كده الدسكشن، نناقش بقى ايه اللي حصل في القاهره الثلاث درجات اللي زادهم دول في ضوء الليترشر. على فكره الثلاث درجات اللي زادهم في القاهره ده يعني تفسيرهم الوحيد زي ما فلان الفلاني قال في الليترشر، او ممكن يكون تفسيرهم حاجه تانية مثلا ليها علاقه ب زياده الرقعه المبنيه، او حتى زياده معدلات التلوث، او زياده معدل العربيات. كل الحاجات دي كلها ممكن تكون هي السبب اللي بيؤدي لارتفاع درجه الحراره في القاهره. خلاص نيجي بعد كده في الاخر كونكلوجن، يعني عملنا ديسكشن خلاص كونكلوجن، بقول فيه يعني حاجات بقى عامه عن القاهره وعن كلايمت تشينج عامه. وفي الاخر خلاص ريكومنديشن، دي معناها ايه؟ معناها ان انا بدي نصايح بقى للناس اللي هي ان تشارج اوف مثلا البوليسي ميكرز، او الناس اللي هي بتاعت المصانع، او حاجه الناس اللي هي بتبقى انفولد في البرودكشن بتاع البوليوشن ده، ازاي ان هم يقللوا من البوليوشن بتاعهم، ازاي ان هم التخطيط نفسه يبقى فيه جرين ارياز تقلل درجه الحراره عشان الهيت ايلاند والحاجات دي كلها. فانا هنا في الاخر بعمل ايه؟ مش بس ديسكشن، مش بس كونكلوجن، انا بدي كمان في الاخر ريكومنديشن اكشنز عشان الناس تاخدها وتتصرف بيها. خلاص طبعا رغي كتير قوي في الحتتين اللي في الاخر البيبر والبوكس دول، بس ده فور يور انفورميشن، ده مش هيجي في الامتحان، عشان بس تبقى فاهم اي كتاب واي بيبر بيبقى ستراكتشرد ازاي. الايسيز والارتكلز دول انت بتشوفهم في المجلات، والكومبوزيشن ده بيبقى باراجراف واحد، الباراجراف ده انت غالبا بتكتبه في الامتحان او بتكتبه في سلايد جنب صوره وخلاص. احنا كده خلصنا النهارده، شفت لكم محاضره يعني مش هتاخد وقت، احنا اقل من ساعه كنا خلصنا. كنا بنتكلم النهارده عن الليتريتشر ان هو نوع من انواع الارت، ان هو ازاي بيتقسم لثيمز مختلفه، بيتقسم لجنرز مختلفه، وفي مقاسات مختلفه من اول الحاجه الفلاش فيكشن لغايه النوفل الكبيره. نفس الكلام من في النون فيكشن، بيبقى من اول الكومبوزيشن لغايه الكتاب على بعضه. الليترشر ده بيخلي المسجز توصل للناس عبر الزمان والمكان، بيديك احساس عن حياة الناس دي والوقت اللي هم كانوا ساكنين فيه او عايشين فيه والمكان اللي عايشين فيه، مش موجود في اي حتة تانية، مش موجود في اي سورس تاني. يعني كتب التاريخ والحاجات اللي هي بتتكلم في الايفنتس بيور مش بتديك الباك جراوند والكونتكست كان شكله عامل ازاي. فالليترشر بيبقى مفيد في النقطة دي. فاضل محاضرتين كمان للليترشر، واحدة هنتكلم فيها بقى عن النون فيكشن، هنا في النون فيكشن لو انت بتكتب كومبوزيشن او انت بتكتب اساي او انت بتكتب ارتكل تتكلم ازاي، ودي المحاضره بتاعه الارجمنت، دي المحاضره الجايه ان شاء الله. فاول واحده عن النون فيكشن هنتكلم عن الارجمنت، ازاي تكتب اساي او تكتب ارتكل، ايه الاليمنتس اللي لازم تبقى موجوده في الارجمنت عشان خاطر تبقى كلامك مقنع للناس دي كلها. المحاضره اللي بعدها هتبقى في الفيكشن، هنتكلم على الروايات، الثمانيه اليمنتس بتاع كل روايه. خلاص ويبقى كده الجزء بتاع الليتشر برضه خلص، احنا قربنا نخلص السنه ان شاء الله. دكتور انا عندي سؤال. شكرا دكتور. انا عندي سؤال. العفو، علشان اللي قال لي شكرا. فريده رفعت ايديها وفي حد تاني كان عايز يتكلم. طيب ماشي، انا عندي سؤال، هو فين بقى موقع مثلا حاجه زي الكوميك بوكس في الليتشر والارت؟ هي لا موجوده وسط الليتشر ولا موجوده وسط الارت؟ اكشلي كوميك بوكس موجوده، الكوميك بوكس موجودة في الفيكشن وفي الفانتسي، كوميك فانتسي. اوكي لان اغلبها بيبقى حاجات اللي هي الحاجات المرسومة ومكتوبة في نفس الوقت دي. طبعا في ناس كتير كانت بتعتبرها انها نوع مش من انواع الارت، انواع الليتريتشر المحترم يعني، عشان هي كلها صور بس. لا عادي جدا دلوقتي هي ليها مكانتها العادية جدا، وناس كتير شايفة ان هي من الحاجات الاساسيه المهمه اللي انسباير ناس كتير. تمام شكرا. العفو. ياسمين. دكتور احنا ازاي المفروض نذاكر اللكتشر بتاعت النهارده؟ الحاجات الاساسيه بس، يعني دلوقتي انا عندي الاربع تقسيمات دول، محتاجه اعرف الرايتنج ستايل، ايه الفرق ما بين الثلاثه دول، البويتري والبروز والدراما، عشان تبقوا فاهمين. بس لما اجي اديكم مثلا مالتيبل تشويسز ممكن اديكم الجمله دي
واقول لك ده بويتري ولا بروز ولا دراما ولا اول اوف ذا اباف مثلا، فتبقى فاهم ان ما دام فيها ستانزا ورايم وريذم تبقى بويتري. نفس الكلام هنا فيكشن ونون فيكشن، التعريف ده ويعني ايه جانرا، بس مش محتاجه مش محتاجك تعرف الدايجرامات دي خالص. هنا برضو الكرياتيف والتكنيكال الفرق ما بينهم اللي هو ده اللي تحت ده، واخر حاجه دول ترتيبهم بس، فلاش فيكشن شورت ستوري نوفيلات نوفيلا نوفل، تبقى عارف اني واحده اكبر من التانية، مش لازم تحفظ الارقام دي. نفس الكلام الناحيه دي، تبقى هحافظ ترتيب دول وتبقى عارف اني اكبر من التانية من غير ما نبقى عارفين برضو الاستراكشر بتاعهم، الاستراكشر وعدد الكلمات. ده كان توضيح مني ليكوا عشان تبقوا فاهمين، بس مش ما اقولكش بس ان احنا عندنا كومبوزيشن واساي وارتكل من غير ما اقولك الفرق ما بينهم. انا بس عندي تعليق، ان انا ما كنتش عارفه ان الكتب متقسمه حاجات كتير قوي كده. هو احنا بنقرا وخلاص، انا عارف، بس احنا ما بنكتشفش كده غير لما بنضطر نكتب بقى، فنضطر نذاكر الكتب بتتكتب ازاي، فنكتشف بقى ان هي جواها كل الاستراكشرز دي. في اكسرسايز لطيف بديه للطلبه بتوع الدراسات العليا، انا اصلا بدرس في الدراسات العليا اكاديميك رايتنج، فبقول لهم يكتبوا ازاي في الحاجات الابحاث العلميه وكده، فبديهم اكسرسايز لطيف ان انا بديهم بيبر وهم عارفين الاليمنتس بتاعت البيبر ايه، الانترودكشن والبادي والاند، والبادي جواها ايه والاند جواها ايه، فبخليهم بديهم كذا بيبر ويبتدوا هم يحددوا فين الاليمنتس دي ويشوفوا علاقتها ببعض ايه، ازاي الرايتر نقل من باراجراف لباراجراف عشان يوصل من جزء لجزء، وازاي احجامهم بالنسبه لبعض، يعني حجم الانترودكشن بالنسبه للليتريتشر بالنسبه للجزء اللي في الاخر قد ايه، عشان بس يبقى عنده سنس كده هل ينفع يكتب سطرين بس كونكلوجن ولا لازم يكتب 3 صفحات كونكلوجن ولا هيكتب ايه. فلازم الاكسرسايز الاولاني ان انت تمسك كتاب او تمسك بيبر وتبتدي تشوف التقسيمه دي موجوده في كذا بيبر، موجوده ازاي الرايتر عرف يربط ما بينهم واحجامهم بالنسبه لبعض ايه كنسبه، وبعدين نبتدي نكتب بقى. يعني اي حد عايز يكتب حاجات نون فيكشن لازم يدرس الاول ويذاكر ازاي الكتابه بتتعمل. نفس الكلام بالنسبه للكريتيف رايتنج، في اصلا الكتاب ده اللي هو انا جايبه صورته ده The Osborne Creative Writing Book، ده بيعمل جايد كده ان انت ازاي ان انت تبدا تكتب كريتيف رايتنج، وهيفيدكوا قوي اللي عايز يكتب حاجات كريتيف رايتنج ونوفلز وكده، هتفرق معاكوا قوي المحاضره مش الجايه اللي بعدها، لان هيبقى فيها الاليمنتس كلها بتاعه النوفلز وازاي تربطها كلها ببعض.